آدم وحواء أخطأوا، كسروا كلامك ونقضوا عهدك، وكان العدل بيقول الموت هو العقاب، الموت للي أخطأ، ولأنك عادل كان لازم عدلك يتحقق. هل تدمر الإنسان اللي خلقته وحبيته وعملته على صورتك واديته سلطان من سلطانك؟ لا، مش هيكون. ولو العدل بيقول موت، يبقى لازم الحكم يتنفذ والخطة الأزلية تتجهز، العدل والرحمة يتقابلوا في شخصك، وفي ملء الزمان ترسل ابنك الوحيد يعيش بين الناس. يعلم ويتكلم، يشفي ويبرئ كل مريض، ينادي للمسبيين بالخطية إنهم يرجعوا لحضنه، إنهم يعيشوا أحرار. وللمأسورين بالإفراج، ينادي لكل اللي عينيهم ما نشفتش من الدموع بالفرح، ينادي للأعمى بإن تنفتح عيونه، والأعرج بإنه يعيش على قمم الجبال، وللجياع بالشبع، ولكل العطشانين بالارتواء. ومشي يسوع، مشي طريق الجلجسة، وكل خطوة كانت مليانة بالتعب والألم، لكن في القلب فرحة، في القلب حب ليا. مشي يسوع للصليب، وهناك، هناك بس العدل اتحقق، والموت كان النهاية، نهاية للخطية اللي سادت وفصلت الأرض عن السماء. رحمتك ومحبتك سابت قلبي وفادت حياتي. قد كده انت حبتني؟ بذلت ابنك وحيدك عشاني أنا؟ عشان أكون ليك؟ عشان تكون ليا حياة أبدية؟ عشان تديني نصرة، قيامة، وحياة؟ للمنتهى أحببتني.